بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مجلس طيب. برنامج مجلس طيب اليوم نستضيف لكم الأديب الكبير شاعر المليون شعر زكريا والعالم. معتذرين عن ضيف البرنامج الدائم والمقدم المشارك شريف السيد اللي ما قد يحضر معنا الحلقة لأجل ظروف خارجة عن إرادته. وزكريا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة بخير الله السلام بخير. ما شاء الله الحمد لله على تبارك الله الحمد بخير. لله و وشي بخير الحمد لله ما شاء الله. دروك تعرف المشاهدين براسك. معنا المشاهدين قلت قاعد ما مخبرين فيه حتى كان بعد اخباري فيه انا لا حد من المجال ده هو شنو علاقتك بالادب؟ انت تقول عنك تقول لغنى لغنى علاقتي به علاقتي به ما هي بعد وراثيه لاني ما فهم حد ذاك هو بعد من الاسره قريب منك قريب مني عنده علاقه بالادب وما قاعد لا يقول علي انا هذه بتعود صدفه والله موهبه زاد صح التعبير اللي ما فهم حد ذاك هو بعد قريب لي ما فهم جو ذاك. وبالنسبه لي لقنا والشعر الدليل على انهم موهبه قد عدوا فيا لاني فيها قفان تعرضهم للوارد عرك انا ما نعقل عليهم ذيك الساعه عجيب ودافم حد حاس بي ذاك هو جاي ومو لا مرة عاد من بعيد ما نعرف وبالنسبة لي لا هواي زين. ولين دائما هون في البرنامج ياك يبراك وتبراك الحلقة وتزيان دائما نستنت بالتوسل توسل والله شكر النبي عليه الصلاة والسلام والله نحكو شيء من التوسل والله ربي بيك عصمت من النار جلدي وارحمني من جدي قبل نجيك إله في الدار وفيك ارحمني لين نجيك واعطيني يا مالك الاملاك ذاك اللاحق الاخلاق وذاك ما يعطيه لغيرك حشاك بجاه الصحابه ومن بيك وقت اني نبقى حد بقاك ولا نبقى زاد ما يبقيك ربي بيك عصمت من النار جلي وارحمني من جدي قبل نجيك الى في الدار وفيك ارحمني لين نجيك واعطيني يا مالك الاملاك ذاك اللاحق الاخلاق وذاك ما يعطيه لغيرك حشاك بجاه الصحابه ومن بيك وقت اني نبقى حد بقاك ولا نبقى زاد ما يبقيك والناس بلا موجب تنقاس دونك حد انت قاسك حاس بك تعدلهم وبمداس تعطيه وتعطيه الله بيك الرحمة بعبيدك والناس ما تعطي ما قالت يعطيك ربي بيك عصمت من النار وضعفي ما وخافيك وعاد واري الملك العباد وفصلي ما وخافيك وزاد وشمرني ضعفي الملك ما وخافيك وفصلي زاد كيف الضعفي ما وخافيك ربي بيك عصمت من النار ومنين عدت نسلك راعي قيسك راعي وهاك شناع الحال علي الشفاع درت عليك انت حجتك تكليف ولا عندي قاع يكون دير التكلي عليك ربي بيك عصمت من النار وضعيف عندي من الاسباب الارزاق ولاني مهاب ودانا رجع فاتح باب المعطى معطاك وراجيك وحاسن ظني بيك ولا خام رجع حد حصل ظني بيك ربي بيك عصمت منه جيد اي بعض هذا قالكم طلع اللي حكينا لكم واللي نحكي لكم والله والله فكر حد لا مهيون بالسب في الاعمال يخون فطمع لي السب هون السب توك اللي موعود باش يفكر قاع مجنون اللي زاد معلاك يعود عالم عنه رزقه مضمون وعالم عنه عمره محدود وعالم عن ذا اللي هون يفوت وعالم عن ذاك عن ذا وعالم عنه وعالم عن ذا اللي هون يفوت وعن ذاك الهوك لا مزيود وعالم عن مرجع ذاك الموت وعالم بالموت يعود والله علي مزيود هذا ديه ولا والله علي مزيود خالق قاف قط مطرح لنا في مسابقة ساعة من يوم الشعر ذيك الساعة يعود نص دور نصف النهائي ولد محمد اسكر هو اللي عمره ورزقه قدام على في اللوحة قبيلة خط وعند منين على واحد زاد خط الله على الاخر خط قلت له ما بعط فيه حد يدور عمره ينزاد عن قد ويزوز المعتاد رزق ونبقي عرف العاد نفعت فيه النصيحه قط انه من باب السلم قاد لا يخلط فيما يخلط ولا عمر رزقه قداد في اللوح بين خط قلت منين على واحد زاد خط على الاخر خط زين حتى الله يلحق زين قال لي طلع زين حد يدور عمره ينزاد عن قد ويزوز المعتاد رزق ونبقي عرف العاد نفعت فيه النصيحه قط انه من باب الصيم قاد لا يخلط فيما يخلط ولا عمر رزقه قد هذا اللوح بين الخط وقدمني على واحد زاد خط على الاخر الاخر ينخر زين حتى من على واحد الله يلحق الله طلعت محمد الله يلي يقينك متزلزل في التل ما سيه يقلل رزقك والرزق عليها عمل قبل من تل سكي مازلق اللي هذيك ما هي طلعت هاك بعد سكي بيبا نحكو توف هذي سكي مازلق اللي قايل حق ومجل ملاه وما قال انه حق رزق العبد الرب في الازل كتبوا له كتب ما تنشق ما قال انه قبل عن تل ولا قال انه ساحر عن شر قال انه في السماء غيب والغيب داك انه اغلق مشي لا احد بالقريب على معرفته يسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم ايوه
اعطينا نص من نصوصك الاخرين. اعطينا مثلا، اعطينا مثلا قطاع الكوريين، فاتو قطاع فاتو، قطاع الكوريين قطاع اخ بعد عندي من ما خليت التوسل يا اعطينا غير نص، بعد اعطينا شيء تو نحكو تو ما في مشكلة نحكو خالق شيء، خالق شيء، خالق شيء مجلس طائف كل شيء نحكي فيه ايه، قال خالق شيء من انت من الرواد ونجع عنك اللي ينقالوا البكاء على طلال غير طلال نواكشوط. لكن مولي اللي خارج من شيء هو تعرف هو كله يبكي على طلال وتوف اللي رابي فيها حق بقى ذيك ذيك النهار انا قطعني معاها فيه بعض المقنعين عيت بعض يحكي علي شنو نحكي علي الشيء والي هو زين عنده البكاء على طلال والله عن بكاء على طلال عن عود ناجح اللي عود فيه اماكن بدويه والله قديمه وقال مش كيفه انا ظاهر لي علينا علينا المقني والشاعر انه مرات مجتمعهم وبيئتهم طبعا هو انت قاعد بكاء على طلال ما انا تقدر تعود ما بقرر تقدر فيك وانت رابي فيه وتعرف فيه شيء ما تقدر تعود اذا فقط جيت بس ما تعود اسمح لي تعود تذكرها ما بيت تختلف نموذج من ذا طلع تقول يا عيني دمعك صاينتي لنوبة ما نقابلتيه السيل وهذا علمتيه به من الليل والسنين ومحسك منظرك وذا بيه حسيه إن لا مرينا بديارات فلك صارت تنعد لا صنتيه بعد تشينه ولا صنتيه فلك صار بعد فرد السيل بتبرغ زين الله يزين سيل تبرغ زين الله يزين هذا كلين تلانا تقريبا نجيب المواتيد والله نجيب مكان وخال قد ما نعرف ما تعرفه قاعد قطعا ما عندك بي ارتباط نفسي عندي بي ارتباط ذات لا واقعي مدي أرقام مدي طلع خرا تقول المشروع لك صار منقاش لوجههم مرتحاش بل أحبابي والتي في الداش وأخلاقي كانت من فاطمة مع خاطيهم وقرون كباش في العز ولا يعطوا خاطر وعطاوا الكرفور خلاط الخطمة ما خلقت الأطمة في بالهم وكانوا باطمة يعطوا في البال الخطمة يلا لي مزيان يلا لي مزيان علي طلع حق الله يلا لي مزيان المشروع لك صار منقاش لوجههم مرتحاش وبل أخلاقي والتي في الداش وأخلاقي كانت من فاطمة مع خاطيهم وقرون كباش في العز ولا يعطوا خاطر وعطاوا الكرفور خلاط الخطمة ما خلقت الأطمة في بالهم وكانوا باطمة يعطوا في البال الخطمة الله لي مزيان الله لي مزيان وخارج أمري طلع أخرى نوبة كرفورة كامل طلب أخلاقي فيها كامل ونوبة نوبة تجونين كامل وساهب له والخسر وزن نوبة مذا كامل دك صار ذيك الباتت فصحى وأقبل ريا تقبل توبة العباد وعوفك ما يحصل نوبة كرفور نوبة تجونين ونوبة الخسر الله لي مزيان الله لي مزيان باطل الله كامل زين يقول إسماعيل محمد يحضيه يقول جيت الحلاق في صور من التجلاج غروق قرب مني بالشور خايف ان نختلف وسولني عن شو الدور قلت اني نعرفه عدل لي بنان والبط والصرف وعدل لي عرفان تبقى حد بعرفه والله ايه قط مودي قال لي حد عن هذا عن هذا حنفي ولدها هاي ظل انا شاك عنها ارجح الاقوال عنها على اسماعيل محمد يحوي لا قط سمعت الواقع يقول يقول حد اخر يقول نجعل امي له ويقول ديارك ما ينزاد عن سلك من التعقال وانا شاطن النعاد عن جمله صغيد اللي نعرف عنه معتاد غير الصيندي نعرف عن الخلق زاد تنشا من شوي تنشا من شوي الله يعلم زين الله يعلم تنشا من شوي الله يعلم حق انهم يتنشا من شوي شوف نص المقطع تاعك انت واحمد ذاك اللي فيه ماريوان ما احمد و احمد و احمد بعقدة لا بد لي من سابق نحكي قطاعي معه نحكي له طلعة احمد هو اللي يقول اذكر حد انه حد عليه تمقنا ما يبقي بيدي يمس يقير تجي فيه مرت وقمت انا ودفرت وبي عزت بعض المقنية قال تجي فيه مرت الله يمسك هو اللي يقول رديتي بتواجه يا مستر فبدي تواجهي تردي يا غيرة ما هنتي بيه ليه انتي بيه بالي لو ما هنتي بالي بيه انتي فيه تبعدي ما هنتي ما هنتي مدي تعرف اللي قطع رصفة ايه مرة الله انتي ورخت الرصفة لي المرة سمعت اول مرصة قلت له مدارك في مين اتفنت عنك بالك مديوم عنك بالك مشروم مديوم وانت مالك انت والك انت شقال الصبالك مشروم قال لي حقي لا قلت اني فقناك ماني متوالي قبل اليوم متوالي بعد اليوم لذاك اللي شرب بالي مشروع زين قلت له بالك يا خير اللي نختير لو كان اللي مشروع اليوم في شي معلوم سوايا غير مشروع في شي ما هو معلوم قال لي شي ما هو معلوم بحال خلي يشرب بالي من القوم اللي منهم كان ببالي وانا دوني حالي بصوم قلت له دي وساني مستهدي وان التقلك ذاك المردوم مخاف تشكني عندي شي عنك يا احمد ملهوم قال لي مظلوم في خبرك مالك قاعد اظهرك كيف اقوم والتيدوم والله ظالم زاد انت بعد اللي ظالم والله مظلوم قلت له محل الشاهد هاك عقب
شو راكم انا مظلوم اليوم؟ قال اعرف عني نعقم من بالطيحه بعد هكو. قال لي اصلي ماني كلامش، قال متهمني في مظلوم الكوري فات مودي. قال كلم كلم ما هو معلوم، ما هو معلوم الله يدحك كلم ما هو معلوم. قاعد بدهم جيتي غني تتمشاي راسك متبرر تمشاي، الحزيمي بالحزم وخلاي، الحزيمي بالحزم ومشاي حزم وتشاي حزم اخر كيف تمد شر، وظفرتي ونسيتي خلاي قرنك ما نظفر بعد مر، لفرت حد على لفرت حد براس وغلاي كم مش مرة يتمرمر، وضحكتي عاقب وضحكتي عاقب ذاك وفاي يحرق بي اللي بيلي قط قطن الظر فار وتمر من عند عدد ادم جاي، جاي وخلى قرن وخر ما نظفر. وخلي قرن اخر ما نظفر، وضحكك وتقاطيعك للطيش شوفي ما لوم وحضر من البعر، والويل والحشيش شيش والويل الويل والحشيش شيش والبعر. الله. يا دكتور احمد مبارك، هذا رماه رماه اسماعيل ملي دكتور احمد مبارك، حسب المعلومات اللي عندي، احمد والله المبيري اكيد قاعد دكتور احمد مبارك والله، حق الله. واللي عنده هيكم واللي يعني كافيكم التنتيت مع قد تستار تريت تستارك وفيت وفيت وانا قعدت في خبر مصوف وقولك كان زاد اللي بتيت ما هو زين، ولا هو مالوف الشاف عليك لا غنيت والشاف عليك انك مصطوف مع انك سالك قد الوسيط الناس تشوف عليك وتوف، قال انت قاعد لك من الناس ما حد حق الله عليك قاعد انت اللي جيت مشوه، بالشاي مايل مايل ما هو لا اسماعيل. حق العمر لباس اللي ما هو العمر مخلوف. لا اقول عندي انا وطبعا انا صديق اخويا ممدوح الدكتور ممدوح المبارك ولحم المبارك طبعا هاي مولي ناس حسب المعلومات، حسب المعلومات اللي ناسب عندي، احد المشهد لاسماعيل. حسب المعلومات اللي عندي انا عنه. يقول واحد العراد اللي شاف الهشي وفي الوجال منها بيها المراد قالت عني عليل، منها وعليها زاد التاني الجليل قايل عني من قد علي ذيك الحين، وعاد مجلجني حد يقولني يا عاد ابو مجلجني حد ما يقول اني قال اني عادي، علي، ما وعاد قال اني طايح عادي، في اخلاقي طايح في اخلاقي حد ما قال اني طايح علي في اخلاقي حد ما قال اني قال علي، اني علي، قايل عني من قد علي بذيك الحين طايح في اخلاقي حد ما قال ما اني قال علي. اني علي. الله عليه مزين، الله الله عليه مزين. تقول الصالة نحكي لك تعفاته، تعفاته هاي عاد قصته. خالك صاحب عندي صديق عندي قالوا ناجي العبد الملك قبل قاسي في ناجد الأخير الله ناجد دائما تعرف ناجد ديف كبير وانا حزين قاسي ترى في ما الأخير بيجينا وقبل هون. الفندي بطلعة بشباط بشي من هون ويبان ما تلول عليه لين جوك، والتلفندي بطلعة وقال لي تميت لي قال لي بنادم دخلت بعد عليه في بوتيك وفاته بيدي حاكم كفاته ورفدت فيه عينيها تضحك وفاته مضمونة، وثلاث تعابيه وفاته وسرقت الفات ولفاته وثلاث قطع به يرد معاها وخلات وبالليعة والطمعة والخوف دورك في كفاته والبوتيق ويعطيه بيشوف عينين ويحكي لفاته. الله عليك زين. قال لي شو ما عندي طلعة، قلت له زين، وقلت له ناجي لو طانا ترك لي شو يسب حرك الشغلة والناس بلاك ترجع يجيبوا قياته ويجيب بالي فرقها في البادية وبوتاته وعقب منه كبرك عاد يجيب فاته. زين الله عليك زين. قال لي هذا كان ما هو محال وعليا ما محال قبالي افطن في العود من اهل المال ما نزلت الدارات، وعليا ما محال الا درت الوتات بوتات وزري ونقد لها كوت شهرتي ما فات ومات من عود بوتاتي ومن عود بوقيتي ونجيب فات. معلم زين معلم زين. قلت له اخبر مني فيه وفيه لك شيء مودي عهدك به متين وحد لا عليه اتصلت في خبر فات وتوحل وتروغت نسي وفوليات وصحابات يا غير الهم اللي عاني وتقسم قيلو ومبات وتلود شبار وماني قايل عن هذا وطياته. زين حتى قال لي الهمانة قايل عني قابل وطياته وعلى اني جيته من فوق وبيني الاول عندي من وطياته وفاته والثاني ظني من وطياته زاد وفاته، الله يهزين والناجي واسمعها مني بعد الدنيا من حالاته اللي مازال من دياليه واللي مازال من هراته فرضي قبضي لها عليه يا خي فاته وغلاته. قلت له شو شايف؟ شو شايف فيه الخير معاك في خبره قدامك وراك؟ انا ما زدت دان ذاك تعرف حياته اذا شفت فاته تبراك قال لي فاهم فاته عندك شايفه بعد الشعب ما يسرى وعليات وبدين وما يخطى وبتقاليد وبعادات. الله ريم زين زي الله ريم زين زي الله ريم هذا بعد وقت عفاته وقبل بعد الحمد لله الناجي جا وحده ما شاء الله يا جماعه يا جماعه نجف العادات مسكين مسكين الله. ناجي ناجي اديب كبير هو اللي يقول ايه، هو اللي يقول لا اله الا الله. الله يلا غنى زين اقنع زين زين حتى مودي متابعين في الفيسبوك ياسرين ما شاء الله كبير قط ما لي خليق بيني انا وقطع ماله ويقال عندي من ماني مستحضر قبال فيها طرف اللي قط مره كان بثاني مرات هي وكنت هامي انت الفندو اسمعك بعد الناجي وزاد مصنع كنت هامي انت الفندو ومشاري قال لي خبرك رد ما هو مفهوم
كيف تشي عندك صيفت ما تقبل ترفك اليوم رقمك والليلة كيف عدل تعلم عنه وقعك هاي تلفن أكونت لتواني تليفوني في هالي محسن ناجي وعرف صنعتها حد يتمي حاني نسمع ونحس بالرفت قادي هو تليفوني في هالي محسن ناجي وعرف صنعتها حد يتمي حاني نسمع ونحس بالرفت قادي قاعد قاعد بعد لا إله إلا الله فيها على إنه بعد ما قيم حاجة دي صنعتها ما وعزت قال كافي من القطع قال ما تورش هو القطع قاعد ما يقد هو فيهم اللي قهوة خارج يقول لي نقول له تليفوني ما عنديهم من موس نسمع على النت والله رجفي ثلاثة في مقناطين لا جي صنعتها يقع على أحد يقول لي هو قاعد بعد متالي طب ما قيم حاجة دي صنعتها ما وعزت كيفته أنا أفتح ضرب ناجي مغني كبير الله مسلمين عليهم ده من بعد هو حيين ساكنين هم اللي عليه الدور اللي قاعدين بيه في المجال الالكتروني على الفيسبوك الله والله ان شاء الله شغل دبوا على الفيسبوك شغل دبوا على الفيسبوك وعنده ياسم القطاعات هم اللي معلو دبا الشباب تأييد لهم ياسم المسائل اللي تذكر في تشكر الله الله اللي منها ممكون في ملقاها مغبون لك محمد محمد بيا شيباني هون معاها مخلي ما يمشي عنها كون تو ولا يصلي ولا يعطي رمشة عين يصلي وملي ما تعلم قاعدين راعيهم وملي والأحمد قالوا لي بتيل يقول قالت لي عن جاهة قبل حد بغاه وبغاته وعطاها ميعاد وطاتول وقالت لي ننساها بالدار على طول قالت لي مشي ما قلتش قاع مدلول وانا عندي ما زلت نختير نقول يلا هذه مزيان الله انا عندي ما زلت نختير انا عندي ما زلت نختير نقول يلا هذه مزيان لاحقني عدت نتوقع على الاكسر مبلوك من فوق ونقلع شوق من حد تحت التحت خلي لك صار من فوق وخلي لك صار من تحت تعرف الدش من ذيك اللي فيها طايرة ونازلة طلع عليك شباب افتقرت ذيك بعد ذي الشباط ذي الشباط ما دي ده نوع من الرواق اللي تتعب غالبا اللي نفه معها رد يا اخوتي يم الريم بعد ريمي ما تنصفر حد ونمرقى منه طايرة والعزعيها ما يجد ومانيها من الطايرة ولا نعرف عن نازلة أركلها بعد الطائرة وتنعتالي تالي نازلة وتنعتالي طائرة الله يمزين الله يمزين تنعتالي نازلة وتنعتالي طائرة ده طلع ذاك اختارك تم ولي تحكي لي طلعت بريفة بريفة والله يوم مخيض بريفة بالذات رأيت اللي تفضل الأخلاقات في تليفون ولا شفرات سألتني عن رقمين اثنين قلت لها مثل اللي عارف والصدف ومثل تغيوين ومغرش عنهم راعيهم عندي نشحوا اثنين في حين وقت انقطعت عادوا فيهم واحد ما هو ناجح مسكين واحد ما هو ناجح مسكين يلا علي طرح على المستمعين يوم اخيض بريفه بالذات ريت اللي تفضل الاخلاقات في تليفون ولا شفرات سالتني عن رقمين اثنين قلت لها مثل الليعات والصدف ومثل تغيوين ومغرش عنهم راعيهم عندي نشحوا اثنين في حين وقت انقطعت عادوا فيهم واحد ما هو ناجح مسكين هذا بعد كامل هذا بعد كامل ظهر هيك داني بعد قطعتي اختي قاعد الخط ساين قال شي ما مقرر فيه يقول محمد الله يقول ليش المهم يقول زرقاوي ما هو مكرود يا بوش شبه تطرح العمود انت يا بوش لك بعود زرقاوي واحد ينقاس ليه من هو قلت شنو؟ قال له محمد عبد الله يقول نقدر نقول لك ولاش اي هاي طلع لمود مود هو يعني بعدها طلع نعرف يحكي مود ولمد طلع ما يلمود ولمد يقول انهدم طلع ما يلمود ولمد هاي طلع مود ولمد قال محمد عبد وانا قط مودي درس قطع عن قط قال لي حد انهدم وتعرف عرض هاي نبقى نقلع نبقى نقلع وقت عرض هاي 2007 قطع نورشي عرض هاي 2007 وعرضها في عرضها هون ورايت مو رايت اسمه لاعب ذكاء 2008 قريب الزرقاوي ما هو مكرود يا بوش الشبه تطرح العمود انت يا بوش لك بعود زرقاوي واحد ينقاس العاد اللي عنده معهود ذاك السلاح اللي فيه الباس احمد النجاد الناس سعود قال انه عنده ما هو عاس ولا عاد محبس جنود يا بوش انت مالي الاحباس ولا عارض اليهود كل نهار يهدوا حماس ولا عاد القط في بغداد الزرقاوي كتل الانفاس يا بوش راعي لك عراد بغداد تكتل في الناس والله بوش راعي لك عراد بغداد تكتل هاي ترى حكي ليش دور المهد لك طلعت تحرك القلوب طلع عليك بيرام هي ليك مولي لاف صاحبة راهي لك
يك تقول الرئيس يبان تحامه هو والحكومة لان وهل الدين عليه برامة واخبار ابو حريق والكتب الشريعة والقيامة قامت واب من ذاك كتب غيرت عن ما ولات قال من السابقين حرقوا الكتب عن طفله هون في كبيتال كل نهار حبات دكلو مش بمودي هذا بعد تعرف الاحداث اللي دائما تعد مصدر الهام ياسر من الشعراء المقنين يك ساعة خبطت القذافي هون خبطت النيت ويك ساعة قالت مودي في طلعة النيت ولي عدت الملك ظالم الله رئيس تجيك ومنين نجيك تبرد فيك الاخلاق وهذا قطيته وشفتوه على مرات بيك الحالة وعلي ربيته وانا بعد ولاني ما قيس عطبتني مرات النيت ولاني مديك ولا رئيس ببعض ظل النيت الله لي مزيان النيت الله لي مزيان النيت زين حتى احرف النيتو زين حتى الله لي مزيان زين حتى لا شو ذاك انت تعرفي ديني ست شهر على قال يقول علي والمولاي يرحمه طول عمره ان شاء الله خير شنو وش فيه امين ان شاء الله يقول محمد الطفيل المحمد يقول له شريك يرحم محمد الطفيل كلمة سالم يقول له شريك للقرض العام قدام الشرط منك مانك ممروض فيه شريت براش وعلام ومصقعه وشريت انبوب قال له شريان المريط اخبار المريط قلت اني ممروط انا شاري شريح الله الناس وبقري فيه انبوب قال له تيرست البقره فيها خير وذكرت انك مانك ممروط على صار حتى غير اجلك مو حتى مربوط قال له اجلي ما هو مربوط شريت من عودان وما هو مربوط انت قعرك ما جيت شوف يحمل المغوط محمد ايش كي قطع قد تخرج بينك انت والشريف ايهم في الكوار الله يداك قطع الكوريا الله يداك قط قلت له وانا قط قلت له لحقك عدت تعود ببلك تكبر وانتمو فيه نجوك ولاني جابر زاد اشبه لك من كوريا الكوار يبغوك يعني حتى يا خي انت جاوك في التلفزيون ولاحق روك وبغى وقع وخلاوك ما يختاروا كان يخلوك قلت له جربت انا وقلعت الغب وانت لعدت اللي مدروك رايك تجرب سبك ذوك اقرب لك من ذوك قال لي بس من حالي يا خي شويه البداع المانك مدروك هموك انت هذا يا خي وذوك انت ما قطو هموك قلت له جوابي هون على بالشور جوليته في جواباتك ذوك لين تم جولين دور نظبيك وذوك يجولوك زين حتى قال لي لجوابك نختار نلبي بجوابات عليه يدلوك خذ ظبي ذوك اللي فات ظباوك ظباوك زينة ظباوك زينة ذوك البيانة ذات عليك اخبرهم يا خي وفاتوك خليهم عنك ما نبغيك تخبر ذوك هي ينسوك قال لهم ما نقدر ننسى ما نجي ذوك منهم مظنوك لفوني ذات على الشي ما لا يذوك علي يلفوك قلت له كرامة كانك ذات جيل ذوك وتخطف فيهم وجوك مزاهم ياسر قل هي اللي دور وانت يلهوك ملهوك قال لي فيهم شو راغر حق الهيك وانهم حالي لكوك يحانوك يلعت هي المانك عجلان يحانوك يحانوك الله علي مزين الله علي مزين صاحبي انا هو دائما بيننا شويات مسرين مسرين ما شاء الله مقن خالك حد قبيل في بيته واجهني فيه ولغيته عقبت في ذاك اللي جيته والحقت امم اللي فهم قلت له كم منكم جيته قال لي خم من عرف قم طيرت في عظمي وحشيت وردت فرانش قلت العظم وانا قاعد وحلت في راسي ومن الصنع وهل اليوم ولا يحصل لي حد راسي في الدير لما رايت الشب الدير لما رايت طلعت فيك اللي فيها يا لطيف العصر الصلاة لا تقدم يكون لدي يك عندك الله ايش كيف الله حاجل لك دهرك في العسكر حاجل لك دهرك في العسكر واستطفيل ودهرك في ندر سابق حاجل لك دهرك في العسكر واستطفيل ودهرك في ندر سابق ذاك حاجل لك دهرك في العسكر واستطفيل ودهرك في ندر سابق ذاك ودهرك الاخر عاقب ذاك احنا في نجرمي كري واللي تفقع عمر وعرف عنك بديت تطفي فات عليك الصبح ولا وفات عليك الزوال كبير يا لطيف العصر الصلاة لا تقدم كن لي الله وتعرف هو تعرف قال حاجل لك دهرك في العسكر واستطفيل ودهرك في ندر سابق ذاك دار في العسكر فات عاد راشد فات عاد شاب سابق ذاك تشيشير تصفير ودارك فندر سابق ذاك ودارك الاخر عاقب ذاك لفنجر ميل وبدا منتصف العمر وقال سابق ذاك وقال عاقب ذاك ياك شم ناس يقول لك ذاك منين وذاك منين تطلع يوفي بذاك منين الله الله بيلي اللي يعود فيها تناقض الجنة واقع عليه طلعت احمد الدركاني يحكي لنا برحت طلعت الديار هي والله كنت تحكيه ما نحكيه يقر نفس هذا المودي جايب واحدة سابق واحدة وهي في المعلم واللي هي سابق وراها الله والله دائما يختلف الله يفكر يقول لك شفاق عمر عرف عنك ما يطفي بعد عليك الصبح ولا بعد عليك الزوال قبل يا لطيف العصر صلى ولا تقدم الله لي مزين روى لك حاي قاهم لان وعر
واعر مولي حتى. اي نحكي طلع هون ونعرف عن انه طلع هون المختار مولاي علي اديب الكبير المختار مولاي علي الله سيد الاسره الادبيه مولاي الله علي يلح يعني الله يلح. يحكي له طلع هون انت قد طلعت قافه في النصره طلعت هو يقول اللي تسمع ورك من انواع الكلام في القفه والتشناع يا عقل يوسع فيه الباع ورتيت ما حد تشده واللي من حد معاك الصاعف الصالح ويودك وده والخاسر قبره ترد عليه تم على قواله قدو من يجي قدو خليه خليه موقع موقع أكبر اكبر منك. من قدو انت طلعت اكلها في النصر والله هيك تقول محمد مدحه للذات وارض الدنيا والسماوات، خلقوا من بركته مبات، خلقوا منين خلق وده بالقرآن وبالمعجزات، مليانة وجعل وده خاصة جايبها من دمات وجايبها من بوجد، وصدوا شر الخير بشيات وما عادش خاسر صدوا وفاتوا غدروه المشركات والمشركين ولا قدوا، والباس دي شر ومرات صدوا فيهم رب وردوا، ولا ينقسم الشان وكلمات ودم خطير، ولا قدوا به الدماء وقد حمات في موقع ولا هو ندوا، بين حتى ولا فيه برد الخلقات موقع بالحال مشدوا، خاسر قبل ترد عليه تم على قواله قالوا قدوا وقدوا، منين يجي قدوا ومنين يجي قدوا خليه موقع اكبر من قدوا. موقع صلى اكبر الله عليه وسلم. قطعت تزمك قطعت تزمك اللي بين محمد الله الحمدان سكر ومحمد الحين دول عبد الله الحمدان فضلك سمعته يقول اش حالك وش حاله الخيام وش حالك زاد مع الكلام اللي ينقال بلا تبسام وش حاله ولا شبلي زاد الديك انزاد في هذا العام على الديك والغراب قداد ولا الشكل ما هو معروف وتسيح بلا تراد ما في اللي يفقع على خروف ولا في اللي يقتل الكراء لا يديك تذكرى. قال لهم حي حمس رانك اللي يغلي الاطفال بتعدل ما في اللي ينقال عن الخيام وعن حال قبال ولا الشبلي في اللي مردود وعن الريام وذاك الدلال متعدل فيه قد يعود وسمعته غير الصلغ زال مع انه باس وعنده عود ليس هو كبير بدار العمار والقنفود وهذا ما هو عاجب قابون وقابون في الدشره ما هو قابون الا كبيون يلا لك يا ولي البقره قال له بخالي والله محمد راي محمد عسكر قال له اللي هو بخالي قال له يوم السبت يظل ان الشاب يغزل بين ذيب ولك لا والحد طلع عليك اسحاب تملى محل الشاهد من تقانت ولا اقول علاب تهنى ثم تسكن طن والاثنين يظل عليك ويصحى وراها ريك ريك جاك اليمين نقيض نقيض انت يديك والله ديك قال له طارت منك قال له معي عم طارت منك وحده ومشات وتمشى معاها وحدات وما تقع عذرت وزات تبقى منهم واحدة في الدار غلاد الشمسيات من ما غيرهم بعد دكار ورسخ شامل محارات من علقني يا خي نهار هو كل سرير يغفر لي عاد الكيت مش عرام ما يمشي عنه برد اللي يخليه يدخله غرقان خليه يدخله غرقان الله يعني بخالي جاوبت طلعة بالتقيع وجاوبت القاف وهذا الشعب وتيدوم وجد الكراع وجم الغول واحمد عيدان والدير والعنان والنساع والنيروبه من تجوقان وخليت الطيار والدكتور وخليت هبيبه من بطار الكعبه والبيت المعروض وبيت المعمور وطحت وجاه في الجار قال له محي حم ما نعرف مثله ما تورى وراي في حسي الكوره ولا قلم مش انظره يا امي يشد المحق انطاح الغرض ذيك المشموره الله حي على الفلاح وتمر يديك الصوره تجيك جوح سي الصلاح قال الذنبان الجحديه الموصي يقول الاول يا الجراريه الثريه به يا الثريه به العينان تنهلوا قال له قادي فيك قصاص طزماق وانا راجع عند الخلايا يقتلوا الخز العناق عند اولاد الله باللي ناس تقانت واللوقة ولاق وندكار وفاس ومكناس وحد الحق باللي تراب الديزر المقعادة متقادي شيخي محمد عبد الحي تتبدادي بدادي ترى مصرف عن ظهرته قالوا محاها من الغريبي عليك الصول والنسر الحايم فيه المول وقانوا فرشيت الغور يذريبه والحجر الاسعد والطرفاية هي ونجول الكدية هي وندق بعد ونتوقل والثور والعجول والبقرة والعنز ومن عند هذا كان ما هو فضول اسكية هذا كامل بعد قول الفيل الخنزيرة هو التصناق انتهى قالت وانت الزيرة اللي هات تفتح ولاها قال ابا خالد راح اخذنا كده تختار تسمعين من تصناق الخير عاد الطرح نبت الحرير والتيدوم نبت العشار والفرناي نبت الحمير والتمرود حر من النار وهم الحاسي ما يغطفهم البير العاد كبير الدبران لا بطة بيضة وكراد جنب بعير قال له محا حملة راحوذني ما فيها عار التصناق والعاد حرام عاد الليل يعود صبار تظهر فيه الشمس على الطول والقرزيمي نبت العشار ومدار نبت المفتول والترجي كان حلو ومرار ورقة عارض فل التول والعقرب عارض نزازة ومن عقارب تين وجوقين والتصناقي ما تمازه وزنين صل الغيبة زين قال له معاك ذاك دهر فاتقع محي حمي رحمه ان شاء الله ما ترى سالم قال ابا خالي طلعوا الشمسين في هذا الجو من قبل الساحر فوق النو شمس صغيرة وبعيد فتو شوفتها خلعت بعض القوم وانا بعد عرفت انها بو الحمد لك الحي القيوم وراه هي سعد الشموس طلعت مشترك في ذاك اليوم وراه هي بها محسوس وراه هي بها معلوم صغير تلك الدولة بخنوس ما هو قابون إلا قابون الله يرحمهم الاثنين هذا تعرف الغنى فيه الرمز لأن الرمز وسبقوه محاولات من الشيخ محمد المامي نفس تقريبا نفس النمط غير هو لان من الرمز في شيء من الرموز وفي شيء من الأمور
ايش الامور اللي تقعد واضحه للناس مش بو هذا كذا انا عاد اي ضيع. فقدوني بطلعك انت فطن واحدين قريت من هالماضي على فيسبوك فيهم تخمام الحجرة عادي صح كيف والله تمرض لك تخمام الحجرة عادي صح، صحة تقراح الحمير ومنادم معلوم يصرح عن الحمار انه حد كبير، عاد الحق شقيق انه يزوف عاد الحق شقيق انه يزوف، والناس نسيت صلاة الخوف، عاد الخوف لما نتوف شق والكبر شقيق حدير الدرجة، وشقيق المعروف عاد المنكر وشر الخير، عدد والكلام كثر ما خلق الصوت، والغرض حلال يجيب الموت، والتمانوك كيف القوت كبر مو على السوق بعير، ولا يخلي شي قاع يفوت يفوت مع ذاك الكثير، كثير ماني مزيد والناس تراعي وتراعي المكان اللاكي في الراعي المحالي، وتشوف الساعي ساعي مو بالخير يدير جده الباطل، بالداعي عنه في الخير محدد سير عنه في الخير محدد سير، والكدية متات الهروب مش منه العياط تنوب، وخوت في غزة ما مصيب عنهم عنهم خوت في غزة ما مصيب عنهم تاو معناها كبير اللي بيهم، ويسو معيوب ويسو جاهل ويسو حقير، غير في قعر الحاسمة مصيوب غير في قعر الحاسمة مصيوب يشوفوا حد عمى، وفي المزون المظلمة ظهروا فيها عقبان بغير الدرجة هي النعمة والخير والهنا والتعمير. هذه مثلا هاي مودي في ياسر مرة مزارة ولا في في ياسر التفاؤل مودي شوي. تفاؤل ياسر مش زين. الله احكي لي احكي لي شو الغزل، كيف سيري الغزل؟ الغزل الغزل حرمت على طب المقواس تضحكتات بعض من اجناس الناس متضحك للناس ورا الضحك اذا نترت ودي وداها ما هو باس ودي وداها ما هو باس ما بيجي ما هو عزت هاي فقعت حد في حتى جبار ضحكته قيمته والله من تضحك زاد الحد ما يعرف قيمة ضحكته الله لي من زين الله لي من زين الله لي من زين زين بسرعة زينة يا شوخة و خارج الغزل الغزل قلت لي خارج انا قاعد اخور غزل لا وبعد السنة اللي نبقى حتى هاي ما نستحضر شيء هاي نستحضر لا نسيا لا نسيا لا تعرف ماني مدون منه ياسر خارقة طلعة قد كثرت صديق عندي مش بعض خروج وهذا والله شيء وحش نقول له حد علي شافوا عيدك متقشم حد علي شافوا عيدك متقشم وش كامل فيدك كيف تدي فيدي ويزيدك ياسر في مريش نحلي وتفيد وجاد بغيدك ومشد تمشي لك رحلي وقريني عالم مولي انا وصديقي مالك متمحلي وحداك مولي حد انا ما هو طاير يسمح لي الله عليك زين زين حتى زين حتى زين حتى سالم سالم ري دين وطالبيه العهد وزاد اتجاه غير اللي فيه مازال يا مزقطش بيت عليها ولا ريت اللي يحكموه كبار يدي منها يحظيها وجات اليوم الدور تشكال البوتيك وعند مجيه طلبتني وانا ماني قاد بيش فيها نعطيها وانا نحكم انا زاد مولي بيش فيها الله دي مزيان اي دي مزيان طلع انا عرفت قديمة هاي فقدتني انا مولي مش بوقتك بعطاك عني لان ياسر من هذا عني ناسي هاي فقدتني طلعة الله انتين قاع واحد تقول فيجي تلحق موليات بوتيك لها عيات فدين على مرات قدر كبير وبي زين السلف فغلات قاعد دين علي ولله يلحق حد في الدين تلف يا الله شي ثاني بعد ذاك لحقت فيه زين حتى زين حتى زين حتى محمد ايش كي طلعت تلي عليك وقفت هك على كراع واحد ثبت الوجاع وغضيت انا من الصاع من بصري لان عصا وتليعت التلياع ما هم من مقصع الله عليك زين يا طلع وغضيت انا من صاع من بصري دانا صوت ليعت التلياع ما هو من الصاع حتى لين فترت نعرف عني عزتي مري وزدت فيها يقطع بيها ومقلل فيها عدت وعدت الشلل فيها وحلفت بكل ما اني ما نبغي غير الناس ما يدرك شي فيها الله دي مزيان هذا خلاص كانك تفقد ريشي من الغزل 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 اللي نحكي لك اغفر لي من طفح الشباب أغفر لي من طفح الشباب ذا اللي وسيت البرتاء وأغفر لي ظهري ما انهاب مسليل مالك ثاني وأغفر لي من هول الرباب شقط سمعت وراني راجع غفران شويفت ريته من حد خلاني وذراني ربي لا غفرت له ذاك اللي وراني ماني مزيان انت اخوي ما توجه تيلي يا عزز ثاني محال تديري لي ثاني يكون احمد وحده براني من ذيك الناس الشرقيه
ذاك قلتي في احمد ماني عندي عنه، ذاك قلتي في احمد راني عندي عنه، جد علي حتى انا زاد النت هذيك وحدها من غير الحي ملقاها لا يجلد فيك عندي عنها براني. عندي على براسي اش كيف يطلع قلت لي يا عز زماني محارب ديري لي ثاني كون احمد وحده براني من ذيك الناس الشرقيه، ذاك قلتي في احمد راني عندي عنه جد علي حتى انا زاد النت هذيك وحدها من غير الحي ملقاها لا يجلد فيك عندي عنها عندي براني. انا براني والله يلا هذه مزيان هذا انا في شي زين شفت الغنى، الغنى راك يعيش مشكلة حقيقية. انا نقول لك باش شفت خالق خلقوا الوسائط الإلكترونية من الفيسبوك هذا واتساب وفايبر وذي البرامج، وخارج شي من الناس يشتر فيهم غني حتى ويقول الغنى الزين الحقيقي، وشي من الناس مولي يروي فيهم الغنى الزين الحقيقي، يعني خارج شي من الناس يشر فيهم شي ما هو غنى، يروي فيهم شي ما هو غنى، أكبر كارثة على الأقل ومنه وموجبه هاي ما تنقص اللي معهود الريم ولا يلحق موجود مش في جي مضبوط، نعسانة ما رالي هان درت تراها غير يكود مريها ماي نعسانة، والله غفيانة فرض تعود نعسانة والله غفيانة، ومشيت وذا ما مشحوط على ما كمل كان راجب عني بعد نولي، ويقدر ما هي نعسانة مرقانة وجعود مولي ما هي غفيانة مولانة. هاي قد سمعت واحد في الواتساب حكايته زينة وحكاية الأفضل حكاية ما هي عادي بيها زين، يغير يقول ما تنقص اللي معهود الريم ولا الحق موجود من شفاه جهه مزهود مزهود قاع مزهود نعسانه ما راه لهانه. اسمع انت الصح معناه انه شافه مكتوبه وعاد تعرف ياسر من الامور اللي يلا المغني محمد محمد شو تقول فيه مش بعطي هذا قلت عن الاقنارك عن عيش ازمه حقيقيه شو تقول في الترواق هذا وش السيكور والمسائل الشكلية واختراع هذا كل حد يجي يقول عنه جاب التجديد وذي الأمور ده هي إيش تعتبرها؟ بدأت كأنك تعتبرها كيف مرحلة الانحطاط اللي مر عليه خاض عليه الشعر العربي تعرف في زمن الشكل زمن التدوير زمن ذيك الأمور ذيك بيت ينقرم لي ده وينقرم لي ده كانت تعتبرها ولا تعتبره عنه خطوة إلى الأمام؟ انت قاعد لا تخاطر الناس انا انسى ذاك السؤال لانه لا يعد مهم عند قسمت المشاهدين حلاوهم لانه مهم عند حلو المشاهدين بيدي هذه هذا ما شاء الله شو السيكور هذا والترواق ذي المرض هي جبر صيتهم ما شاء الله جبر صيتهم تعرف خاطر الناس الشعبية انا جاهم وباتي قسمت حلاوهم يا حلاو صبورهم. لا انا تعديت عليكم والله نقول لك رايي انا ما يدعي تلعب دور الاعلامي انا تعرف عني والله والله نقول لك رايي فيهم صراحه شفت اللي قالوا البتوته تعدال بالتجديد هذا ما هو بالنسبه لي انا ما هو سبه بيلي كل حد قاعد بالتجديد كل حد قاعد ما هو قاعد بيت بالتجديد قال الاشكاليه اذا كان البت كان اصلا خالق ولا وما ما قبل ما قبل ما قبلته ذا قال عام والله كانوا ما خلق لأمواله ما يخلق المغني كانوا ياسرين يقولوا البتوته وكانوا فاصلين يقولوا البتوته وفي جد وفي البتوته يعني تجي ذيك الساعه البتوته كان مهم وكان روايه البتوته في الغنى الحساني كانوا شيء 30 وارك منين منين تتفقر الشحال ما ترى ثمانية والله ثمانية ترى فيهم شيء يحكي الاخرين ترى فيهم نصين ثلاثة قديم نص واحد قديم نصين كون اذا عاد حد من ذول الشذوذ قال منهم قال فيهم شيء بتوف يبقى يعود قايل فيهم شيء ما هو عن ابداع ولا هو عن ولا هو عن ولا هو عن ولا هو عن ايحاء بالتالي معناها عن البتوته اللي بقوا ذوكم هم اللي يصلحوا كقالب للتعبيرات المعنوية اللي دور الإنسان موريتاني ودور المجتمع في دور المجتمع فهم بالتالي تعدار قاعد بالتجديد احنا ما نبحاجه ما نبحاجه وليش صح قولي ليش لان احنا قاعد شي كامل يقيد الشكل نعتبروه عائق في شيء الابداع الشعر العربي ما عاد فيه الابداع الحقيقي اللي فيه الرمز وفيه الصور الحقيقيه ما هو يتحرر من الشكل احنا ما ندور على يتحرر من الشكل اختاروا تم موزون وتم عنده الليطة وعنده الصي وعنده فيه القواعد قال ما ندور حد يضيق علينا الشكل كيف مثلا بعض النقاد يقول لك عن الراوي بالساكن الحي والساكن الميت عنه ما يروي كيف مثلا إلين ما توزن 200 هذا ما هو خالق ما هو حق بيه اللي قد حالا نحسب لك 100,000 طلعة فيها الراوي الساكن موزون بالراوي الميت الراوي الحي موزون بالراوي الميت هذا تقييد الإبداع مثلا رقاش يقول طلعة زينة وجبار كلمة فراوي زينة جبار إلين فراوي زينة وعدل له معناه وجبار متين اللي هيقوم يقول هذا متين ما نقدر نقولها بيلي يعود معدل غير هو الميقيول الأفضل عن هو في حالته ولا جبار كلمة فيها المعنى الأحسن جبار كلمة فيها المعنى وعاد
عاد طابقت تعرف هي شنو اشبه تعرف النقطة شنو قالوا؟ الرقاش جاب مع عليه ما زاد ولا ينقص، حد الصعد الروب الساكن الحي وحده يعود عدل لزوم ما لا يلزم وتعتبر إضافة في غناه عن وزن بشي وزن عاتم، بشرط يعود ما أثر للمعنى. يوجد وزن وزن عاتم معناك ولا معنى، معناك خاسر ذا معنى له، ما هو مهم، المهم المعنى. انت قد تديره في قالب شكلي ما هو عادي به زين، عدلها عدلوها المغنين، ما لك قاعد تديره في قالب ما عاد عد لي يضطرك القالب وزين الشكل، يعني تخسر المعنى، خلي عنك الشكل وقيس المعنى، احنا ندور المعنى ما ندور الشكل. وذا دور الناس ايوه شخص يكون هذا شخص يكون هو نوع من التضمين، تضمين ما هو جديد، ومجبر انه امثله سابق وهو تسميته هي جديده، مع اني قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي والعهده على الراوي، قال لي الشيخ البشير الشيخ عمر عن شخص يكون عنه مسميته المدرسه، عن هم الاولين عدلوا ذا النوع دركاتيه المدرسه، قال لي بدال كان مولد شفاق عمر ويك الجماعه، وكان قال المدرسه قال لهم مدرسه الجماعه عملوا دابا اصحاب دائما بينهم شي من سجالات شي من امور، قال المدرسه عن هم اللي مسميين تسميه شاس يكون، وعن هم اول حد هم اللي عدل النوع من التضمين، معناها هذه حاله شرط العقديه، هو لا نوع من التضمين ولا اي حاله. بالنسبه للترواق هو ترواق هو تضمين، تضمين تبريعه في طلعه، تسميته هي جديده معدل هانه وشريف مقترح احمد واليوسف اجماع معي انا في الدار انا هو الشريف، انه الترواق عنها معنى كلمه غير هما كاملين ما فيهم الابداع، هما كاملين التضمين كان خالي. شنو هما هذا؟ نعتبروهم نعتبروهم كيف السباق كيف السباق كيف المسابقه الادبيه، مجال للمغنيين يزهقوا فيه قرائحهم يقولوا فيه نصوص جديده، لان مقاصد ما دات خالق مقصد ما هو خالق، فهمت؟ وراك الناس تقول قاع مع الخلوات شي ما عنده مقصد، وبعد راح قصه من الخيال، هذا معناها عن فم الحيطان، حتى معناها فم الحيطان، معناها فم الحيطان غير ملي غير ملي في الجانب المضيء، فم التفات لشوط الادب، وفم حضور في الاعلام والله، وفم اراء نقديه جديده، وبالتالي ذا قد يعتبر بدايه فم واحدين فم نقاد يمسوا من غنى الناس الكبار، فهمت؟ وهذا روالك مهم، هي المرحله الاولى من الابداع، المرحله الاولى بدايه الابداع تجبر حد ما يعود في حد مقدس، ما يعود حد مقدس انتصار للنص نظره موضوعيه مستعد للنص. عنه يقبل نص معين يعمله لغنى الهدار هم غنى الناس بعد عندي انا اغنى الهدار يقبل نص منين تشاف فيه شغله تنقال واطرح من ذا، هذا هو النقد، هذه النظره الموضوعيه للنص، وهذه واقع يعاني منه النقد مازال موريتان النص، يعني انا شخصيا عندي فذيك جايه تجربه في المجال اللي هو نعرف عن النص في موريتان خصوصا عنده علاقه بالشخص، عنده علاقه بالشخص، عنده علاقه بملاه مرتبطه مولي واضحه ما هي دارقه، اللي كنت تقول انت واللي نسمع عنك قعدتي انا هناتي معك انت وشد اخبارنا هذا، هذا الصبح حد من اللي شارك المسابقه يعني يحسب له على حساب حد اخر ينط عليه على انه عيال في التلفزيون وعي يقول وعي كذا وعي كذا، يحسب حد منا احنا على حساب حد اخر يقعد قال انه قد شارك معنا مسابقه قد شارك معنا مسابقه ويقول شنو احنا ما قلنا عتقناها زي من قنانة، يا كير لجنة التحكيم يتنظر ان احنا علينا معروفين وعنا كذا وعنا كذا، لا يتنظر لنا ويتقصيه هو، وهذا قطعا اللي شفته وعانى من والو كيش قطعا ضروا منه، لكن انتم بيدي هي اشخاص طبعا نعرفهم طلعوا الادوار ما عرفتهم كانوا يلحقوا بساميهم طالعين بساميهم وهذا فلان ولد فلان موريتان كامله تعرف. قول لي تجربتك في المسابقات الادبيه اعطيها لي باختصار. بالنسبه لي انا قد شاركت في مسابقتين قد البداع موسم الاول مشيت لهم نص على فوكال ديك الساعه طرحته لهم وتعرف نولي يقرا ما شاركت فيه عنده ظروف خاصه خصوصا من الاسره انا ما يبقوني كنت شارك في مسابقات زين رقنا، وقد شاركت مسابقه ينقال المقني وتخطينا فيه دور والله في الشريط ذيك اللي في الشريط قبل الحقنا شركة الانتاج هاي اللي معدلتها ما هي واضحه، وقلت وعدوا قاع هدفهم زادهم الا ان نعرف انهم ينتفعوا منه استفادوا من المقنين والمقنين زادهم عشان يدوروا
يجبر منهم هما الشيء وبالتالي يخلق فهم تناقض. فهمنا هم وفهمونا وتوادحنا. فهمتوا؟ خسر البرنامج. تميت وفيت كاع من المسابقات، خليت مسابقة ولا ذاك والله انتين كلهم ما نتقدم لها. تميتين خليق عليها الشاعر من دون الشاعر هذا. واللي وساني قبل نشارك فيه. أولا عندي صديق لي مقرب لي حتى طرح لي الأخلاق اللي لابد نشارك فيه. ثانيا ما في التصويت، لأن قلت التصويت تشجع حقيقة. الله يعني التصويت ما تلف المعيار اللي دبلك هو ولا تلف المعيار اللي غنى، لأن تعود الأمور عاد مادية وتوف حسب ذاك اللي حسب ذاك فهمتوا. بدل ما يعود معيار واحد هو دقنا، قلت حد حسب مستواه اللي يعرفه في راسه يقته في راسه يقدر يشارك مسابقة معينة، خصوصا عن هو نوع المسابقات اللي فيه ما في تصويت اساسه اللي يعود الارتجاء. اذا كنت اساسه اللي يعود الارتجاء، والارتجاء كل حد يعرف مستوى في الشيء الناس يعودوا مغنيين ويرتجلوا وفي الشيء الناس يعطيهم لانه مدي موهبه في الارتجاء. شاركت فيه وطبعا كبرنامج في ان شاء الله كم هاي المرواكش في 400 زايد المرواكش طرتو وفي مقنين معرفة على مستوى موريتان قاع ما خارج حد ما يعرف وفي مقنين متوسطي ويكير كانت من المفاجآت. هذه هي مشكلة البرامج، وخصوصا مشكلة لجنة التحكيم عنها واعر عليها تعترف بوجوه جديدة في الساحة. فهمتوا؟ بيدي هاي الوجوه اللي تظهر على حسام ما تدخل. فهمتوا؟ شاكين عنه مرة تم لها بحارتها. انا عيت نقول لهم عن هذه ما هي بلاد المليون شعر، عن هذه بلاد عشرة شعراء. زين؟ لان نحن خارج الشعراء نعرفهم مزنداهم ونشوف. ما طرش اللهم لا عاد اثنين والله هذا خاضوا مسابقه البدع وخاضوا منه مودي اللي انهم عندهم هم علاقه شخصيه بالاعلام. كلهم يعرف الواقع في تلفزيون معينه، ولا كلهم يعرف الواقع في اذاعه معينه، والاعلام مقفول. لا كيف اتحاد ولا كيف رابطه ولا روايه، لابد من شيء حد يمتسع. عندهم مواصفات الاعلام، ما كل حد يستقبل بفضل، ما كل حد مودي ينجح فيه. ساكن في المسابقه هذه ومشينا فيها. وطبعا كانت فيها نوع من الجدية، فهمتوا؟ إلين لحقت دم الشينار تقريبا، لأنها كانت الناس اللي يطيح حد كان ما مستبعد انه يطيح، فهمتوا؟ وكانت الناس المودين أصحاب قلت لك الشهرة اللي طالعي أكثر منهم اللي طالعة ما فهم إشكال، يلحق نصة الدور قبل الأخير، فهمتوا؟ انطرح التروسي. لين طرح تروسي عاد إشكالية فيه هذير ترواقيش ما هم مشهورين منهم أنا فهمتوا. حلقتي أنا ثمانية والحلقة الأخرى ثمانية وكلهم اللي طلعوا منها لا خمسة شهور الحلقة النهائية. فيه ثلاثة فيهم أنا مع إنه مشهورين فهمتوا، وفي خمسة مشهورين يا وذير خمسة مشهور على روسي منهم واحد دخلين قلبهم روسي. لأن واحد منهم واحد من جماعة الماروسات هو جاب لنا الموضوع على من عند لجنة التحكيم. فهمتوا؟ بلا معنى. مع روساو. روساو ثلاثة رواقيش. أربعة رواقيش وعطي إشكالية. لجنة التحكيم محتارة. محتارة في كانها تقمر عينيها وتطيح دوار رواقيش ذوهم اللي وفقوا في الموضوع وقالوا. فهمتوا؟ اللي ما مشهورين. والله كان طيح مودي هاد ما روسوا دي معرفه مشهورين هم قاعد تربطن بهم علاقه شخصيه في مجال الادب الهشي كيف نحن الاخرين. تمت بعد دافن الشائعات ما معروف ذاك الده يطلع من الده يطيح الين بعد عقب بعد قبل قرار السدي اكنتوا طلعونا نحن وطلع واحد من الجماعه الاخرى بيدي فرض كان 105 اللي روسي ما هم روسي بين العدد نحن فرضنا طلعوا خمسه. يا زين. كنت. معناها هي سته ما طلع ما روسات واربع حي روسات. نحن ثمانيه. انتم ثمانيه زين زين زين. روسات من اربعه ما روسات. يا زين زين. كنت قلنا نحن طلعوا منا خمسه. يا زين دكور. طلعوا واحد منهم هم ما روسات. انقسم الحلقه الاخيره. انقسم الحلقه الاخيره عدوا الارتجال مباشر. الارتجال مباشر معناه يوقف حد ويقول. سير بليز. هذه. وطبعا اعطين كحد اقصى للدقائق ودي اقل من ذاك يقول في حد
حدقها كامل في دقيقة يجبر لك 20 قطعة على السرعة و20 على التمسك بالموضوع. معنى أكنت قلت عد بعد كان السرعة اللي نقال قاعد قرتواني وقلت قاعد يعد موزي قلت عد للذواني أكنت بالحياة سمتي لا تطرح بالك الأمور المبروكة وتمسك بأخلاقك وعرف عن دار الدنيا مبروك أكنت. وكان طبعا في الترتيب تاع محمد دليوس كان قافهم مدير جيد في الورع قالوا له 20 ثانية نعرف بعد من التفجيرات التالية على الورع كقوم مولي واسي كاجل باك وفي دينيتك على السمو اللي مشي في اخرتك يتلباك زين هذا فهمتو. ونعاد الحلقة الأخيرة خليك ياسر من قبل الحلقة الأخيرة اللي هي حلقة التتويج خليك ياسر من خليك فوتور بعد قاعد في المسابقة خليك فرطور المسابقة انقطعت مدة شهرين شهرين ديك شهرين عاد نحن متبحرين في الأسباب اللي ما انقطعت عاد جابوا لنا بحوث نوقفوا بهم والمقني قاعد يقعد يعود معهم كله في البحث لاني انا قاعد نقدم عندي اكاديمي والبحث اللي اعرفه اللي عندي معه مشكله يا كنت غير هم واحدين ما هم يا غير هم واحدين ما هم اكاديميين ولا مقني ما اشترط في الاكاديمي لانه مقني قاعد يقعد ساعه حلبي ويقعد يقول شمل الحسانيه ما يقول بكره عادي يا كنت انطرحنا بحث وكان على 25 نقطه والله 30 نقطه كان 30 نقطه والمسيره داروا على 30 نقطه والحلقه الاخيره 40 نقطه اللي هي حلقه ارتجاع يا كنت. عقب عيق طولة عشرة اللي طلعت عيق طولة شلون بتصير ده الصعب اللي خلقت فيها خلقت فيه رواية بالنسبة لي أنا اللي ماني مشهور والناس ما يخبارية فيها وسقوطي من المسابقة يسقط بي حقي ونعرف عني نستحق علي نقبل الرتبة الأولى أنا ما وشاورت عليها جيت رايت قدامي شهر نكتير فاتها خمسة رواية جوق وقدامي عنهم كلهم في حالة فاز عنهم متنازل عن نص مبلغ المال لا كنتو يا الله ولياني كرت من النص ما تيت عندي لين عد إذا ما وقعت لأنه طيح وأنا بسقوط من المسابقة يسقط حقي وإذا وقعت مولي وقعت على الرواية حقيقة يسقط فيها حقك نص حقك يسقط فيها نص حقي ولياني ما وقع أي زين عندي إذا توقعت مكره أخاك لا بطل لا كنتو يلي سبقوني خمسة رواقش وزاول الأخران لي جراي وفرض علي الموقع لما نوقع عليه وضاح عندي نية مبيتة لهم هم يعني معدلهم معدلهم اللي دور اللي هي لجنة التحكيم اللي هي نطيح فهمت وقعت وطبعا عندنا نص النتائج بكل حقيقة بكل مصداقية لأن الترتيب الخليج ما في حد من الجماعة شاك فيه فهمتوا داروا أنا هو الأول وداروا أحمد يوسف هو الثاني وصف الشعر مش عليني انا قاعد احمد اليوسف نعرف عنه يقول جايب اللقب ويستحق فهمت وصالح وللصالح ومغني زادهم ويستحقون هيك بارت بالثالث من حيث الترتيب ما كانت في مشكله فيما يتعلق بالبرنامج البرنامج محور البرنامج فهمت راه وصلنا احنا قلنا احنا خارج ذاك والله انتاجنا ديك روايه اخرى قلت عود احمد اليوسف قلنا من يعني ونعرف فين قاعد وقلت عود صالح وصالح قلنا من احمد اليوسف لكن انتو ممكن نعود انا قلنا منهم الاثنين خارج البرنامج لكن انتو يعني نحن متحدين عنه داخل البرنامج نتحدث عن مسابقه معناها نتحدث عن دخلك في المسابقه ونتحدث عنه طبعا الترتيبات كان سيء اذا شفت حلقه عن كانت شوك بالنسبه لي خصوصا نقدهم اللي طلعت نصح احمد اليوسف نصح احمد عدلوا هالي انا ذاك اللي فيه ذاك اللي فيه مجيك الثاني حق ملاوي حق ملاوي كمي مقروش وحاكم فراق بيعج الخايف يجي طاح الثاني وشك كمي في الدعج لا يبقى قال على الشحا عدلوا علي انا عبد الله السالم معلا اخليك بيني انا هو نوع من شوي تشابه في النص طرحونا وفي تروسي في 4 في الواتن قبلة الخيام وتل الخيام وساحل وانا مطلعه ما طاولنا احنا 20 دقيقة وانا مطلعه في 8 دقائق عبد الله عبد مروسي بعد في 8 دقائق وعبد الله يسلم عليه جاي مع الموضوع ورطار حسن اللي جنت تحكي انا قلت قبلت الخيام بتلو تل الخيام دي حشل وساحلهم قبلت الخيام بتلو تل الخيام دي حشل وساحلهم مصبح بل البال ناحلهم قبلت الخيام وتل الخيام وساحلهم فهمت وقال عبد الله يسلم عليه قبلت الخيام بتلو تل الخيام مختل وساحلهم ما يختل قد اللي ساحلهم قبلت الخيام وتل الخيام وساحلهم عجيب نقاش الشعر على الشعر وطبعا عبد الله يسأل المعلى حكى طلعت تعرف سابق طلعت انا على المسرح لا قلت بعد سمعت الناس وني حكيت انا طلعت عدل اللي نفس العدل احمد اليوسف
تلي يطرح لي شي من الاسئله وتلي يقول لي شي من المسائل. نقد حقيقه موريتان انه مازال تعبان وانه فاصل مولي في اسس نقديه بعد تحاول معايير والله مناهج تعود واضحه للناقد وواضحه مولي لصاحب النص. جيب التغريدة ساعة حاولنا فيها أن نعود نقد. لأني أنا فاقد واحد كان مسابقة شعر بدون شاعر شاب كان مسابقة شعر بدون شاعر طاح ما يعرف تطيح ما نستاهل ماني فاقد اسمه يا كان متميز فاقد عنهم كانوا طارحين في ذيك الحلقة هو في مجموعة ماني فيها يا كان طارحين لهم غز موضوع غز وجاب لهم طلعة جميلة جدا آخرها بعد والهلفين عزة والدور التمي الهلفين عز زين حتى هو رجعنا نص شوي قاموا عزة هذه قالوا قال قالت لجنة التحكيم قال رئيسها هذه خارج الموضوع وطرح تعاقب قال نائب الرئيس قال هذه في امريكي فيها كارثية وقال عضو لجنة التحكيم الاخر على زين يا كان نحاول نتائج طاح ولا ما طاح وهو طلعته يدقت على زين طلعه ذيك 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 المجموعة اللي رجع لي صلى غسل شوي برنامج وقته ما جاني مناسب ناس تبغى تقول التحليل ناس تبغى لا ولا حكاية غير حكاية يلا ما يقعد معها شيء من التحليل بيقول لي هذه مواضيع هذه امور مهمة ما قبطن قالت شو الساعة هاي امور لابد انه ما يخسرش يشد اخبارها ما رمى ايدي يعني كرافور والكسار بصديف بالغ ليتيهم ومنين سكنت مكرم اللطيف تنسويد مالك يومين غليت تنسويد كيف كرفور لك صدر الله علينا زيادة بيك حتى الله علينا زيادة هذا اللي قام مسدد خارقة طلعة نحكي عليك قد قلتها بعض في اختار بعض براء منها براء منها تلفزيون طلع قد قلت قديمة في إكساع زمن تعرف المظاهرات في الأمور دي إكساع هون حشوة سياسية وديك الأمور دي برا من التلفزة كيف أنا بعض ما عندها بها علاقة الجواء حكي أنا وتوه ما تعلق برقا تميتي لين خفت على مهرجان مهرجانات المعارضة لا بعض رقا في على مهرجان شبرت فيه حد أتنقول عزيز اليوم اللي لو كنت حاضر في الساحة لين سمعت كلام الخلق وعدت فهمت ذاك القال فهم الصحيح ودمعت بزر الساحة من الحاج إبراهيم في بريح بين النادي من دون حفول تشقلي في يديها تسبيح وتخاصم وتبير وتقول لحق عزيز طيح وطيح احكي لنا شمنا لقنا محمد والله هذا الدهر اللام حالي ولا فيه لحد غالي هذا الدهر اللام حالي ولا فيه لحد غالي وفيه الود اللاليالي هذا الدهر اللام حالي اللي فيه لحد غالي في الود اللاليالي مع ندوه تفوت وانا العزة ما تبالي بالعزة وسكوت وارتبطت بالشخص عزت لحباب والاخوت وباش ضعف باش ضعف وإلى ما تتموت هذا اختار مليالي قول محمد سعود الهادي رحمه ان شاء الله يقول اللي ما تسكت عن كلمه اللي ما تقدر عن كلمه تسكت لعادة مذمومه حذر من لحوم العلم لحوم العلم مسمومه الله والحلهم ملحمهم ولاد مسنوم عني فعليه اللي سنو وكانوا مكسوره سنوبه اللي ردعم وخوم ولقط بس شبعت منه ما راحت منه متخومه نصيحه مني دي والحمهم ولاد مسنوا ماني فعليه اللي سنوا وكالوا مكسورة سنوا بجيرة عم وخومة لقطن بس شبعت منه ما راحت منه وتخومة نصيحة مني حتى نصيحة انت معلوم وعاقب ذاك انت ذوك انت يصيدهم ولكم عاقب ذاك ذاك انت ذوك انت يصيدهم ولكم تعرف انا ابي شم الطراح الله علي مزين الله علي مزين اللي شار الدنيا مايل تلعب عاطفة قلتني بيها اللي شار الدنيا مايل عند أخرى مسكين وقايل أنا حج ذاك وحايل دون اللي عندك منها وحد وعرف عنها ظل زايد من تصريف الواحد لحد ما لك لاهي قطعا فيها ما حدك حيد فوز الحد ما لك لاهي قطعا بيها ما حدك حيد فوز الحد ولا لك لاهي تجبر فيها شي ما يجبر من قبلك حد زين حد زين زين
خبر الدنيا والدين امرين والياسر فيه مختلفين. الدنيا دريته للدين ما على مسلم ابتني، واكثر دينه للدنيا شيء، وامر الدنيا عنده مني، وانت لا راك باس العين صحبته ما عندك ما تنيا بيك صلحت الدنيا بالدين والدين صلحته بالدين. الله يبارك فيك. ليت تختم لي بكاف. نختم لك بكاف. والله خالق قاف يقول في بالي عطبة منتي، من عطبة في ساقك، لا أنا ما هو في غير شي في البال لا في أنا يعني. الله يسلمك. الله يلحقك. الله يلحقك. رانا مولي أنا زيد على موعد المشاهدين الكرام. والله اغفر لي تخراصي، اغفر تخراصي وكلامي والكامل سمعوا وذني، واغفر شي قصته بقدامي، واغفر شي مسوه هيدية، واغفر لي الله تخمامي واصقلني واصقل دخلية. أعزائي المشاهدين، شاكر باسمكم الأديب شاعر المليون شاعر زكريا والعالم، وشاكركم تمارين المتابعة، وإلى حلقة قادمة من برنامج ستايب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.